طبعا انتوا دلوقتي شفتوا ان احنا مجرد بعملوا له حاجه سهله، ازاي يعمل بوشز او جزيره، ازاي يعمل شجره، حاجه سهله جدا ما تاخدش وقت، مش اكتر من كده. بنفس الفرشه ديت لون غامق متخفف بمنتهى البساطه. لو عايز تزود حاجه صغيره ممكن تزود هنا مثلا طيور طايره بعيد، مجرد ان انت تعملها في حاجه اسمها كانوا بيقولوا عليها ذا ام بيرد، حرف ام صغير ممكن كده مثلا. وممكن تاخدها واحده كده واحده كده. اي عدد اللي انت عايزه، زي ما قلنا ده العالم بتاعك تعمل فيه اللي انت عايزه. هحط واحده هنا وخلاص. ممكن تطلعش معاك من اول مره بس بالبراكتس هتطلع. ودي مجرب بس ان انا اوريكم التكنيك ويت اون ويت، ازاي ممكن تعمل لوحه في اقل وقت باسهل طريقه، تعمل الميه، السماء، السحاب، شجر، نوع مختلف من الشجر، الانعكاسات، طيور بطريقه سهله.